وصلت عايزه اقول ايه ازاي عرفت انه الروح الشابه دي عند صلاح فايز الله يرحمه؟ هل عرفت السر عنده كان ايه؟ الاستاذ صلاح لانه شاعر اساسا يعني وفنان اساسا، مش مجرد دخل الحرفه عشان حاجه يعني اكل عيش زي ما بيقولوا، لا نعم كان عنده الحقيقه موهبه حقيقيه، نماها بالدراسه، نماها بالاجتهاد، هو اجتهد كثيرا عشان يخلق من نفسه شاعر متميز. لما واحد بدا من سنه 60، يعني بنتكلم على 60 سنه موجود في الحياه الفنيه، فبشوك 60 سنه هتقعد كده الا اذا كنت متجدد، وكل جيل انت بتهضم مفرداته وبتروح للجيل اللي بعده. الاستاذ صلاح الحقيقه لغايه اللحظه الاخيره كان كمان بيجي له شغل، يعني انا اعرف انه مدام سميره احمد مسلسلها في مسلسل هي بتعده، نعم بقى لها حوالي سنتين، نعم المفروض اللي هو يا كتب يا هيكتب المقدمه، ما اعرفش كتبها ولا لا، بس كانت يعني كانت على تواصل معاه نعم هيكتب المقدمه الغنائيه للمسلسل، نعم فمن اول بعد بيت لبيت كمان. يعني الحقيقه يعني بداية لشاعر عتويل، الله وبعدين مش كده وبس، نكتشف انه كمان كان عنده رأي في من يغني، يعني يعني الموسيقار محمد فوزي كان عايز يديها المدام هدى اخته، نعم فهو كراجل برضه في حتة كده ناخد ولاد البلد وراجل شبرا، ما هو من شبرا، فقال له لا ما ينفعش عشان فيها انه بيخجل ويجري، فقال له لا الراجل ما يخجلش لما يشوفه، فما ينفعش ان تقولها امراه على رجل، لكن تقولها رجل على امراه، على امراه وفعلا وهو ده اللي حصل. ايوه بنتكلم في 700 اغنيه استاذ طارق، إيه رقم كبير لشعر عظيم. وهو فعلا زي ما قلت كان لسه سامع الاستاذ فوزي بيحكي على انه مش شرط يكون اول غنوه، هي كان ثاني غنوه، هو قبل كده عمل حلوه دنيا هاني شاكر الموجي، طبعا الموجي بسكر عظيم، لكن الغنوه ما لمستش مع الناس، فعلى طول كده برضو يا قمر هي اللي لمست. وانت اكتشف في حاجه بس كده ما تعرفش معلومه دي، ام كلثوم هي اقول لك على حاجه، انا اقول لك على حاجه كمان، هفكرك بحاجه استاذ طارق، عمر فتحي، عمر فتحي طبعا قبل ابسط يا عم عمل كتير، صحيح صح، لكن انطلاقته اللي احنا عرفناه كلها من خلال ابسط يا عم صلاح فايز، صح صحيح، ده صحيح ده صحيح صح. وعمر فتحي اساسا يعني اللي طلعه عمر بطيشه كده بقى اسمه عمر، وفتحي عبد الستار، فتحي عبد الستار المخرج، يعني صحيح. يعني مش كده يعني وراء ذلك الخطوه اللي بعدها كان صلاح موجود، ايوه وبعدين يعني لما تكتب انت مثلا كان عنده غزاره كمان، يعني استاذ صلاح كان في حته الغزاره ايوه في الابداع، انه شوف الثنائيه بتاعت خالد الامير ربنا يديله عمر وسعره وبين صلاح ثنائيه، وواضح انه تركيب الاستاذ صلاح بتميل للثنائيه، بدليل انه بعد كده محمد علي سليمان خد قسط كبير قوي من ابداعه، هو تكوينه في ناس كده بيبقى بتميل كتكوين ابداع، الكيمياء كده بتمشي فتره، وجود دائم ملحن دائم معاهم، ايوه صحيح. هو بداها مع محمد ضياء الدين المصري السوري، وبعدين بعد كده خالد الامير، او قبل محمد كان محمد فوزي، ثم محمد ضياء الدين، ثم يعني مسؤول الاستاذ محمد فوزي اوريدي كان منفتح على عدد ضخم يعني الشعراء، صحيح.